مشاهدينا أسعدتم مساء. سترتفع درجات الحرارة غدا قليلا، لكن مساء يوم الأربعاء ويوم الخميس سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وعلى الصور الأقمار الصناعية لهذا المساء نلاحظ خلو المملكة تقريبا من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية، وأيضا هناك كتلة كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة. شمال مصر تتجه باتجاه المملكة، مثل هذه الغيوم ستظهر في سماء المملكة هذه الليلة وغدا. أما خرائط درجات الحرارة فنلاحظ أن هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة سيحدث يوم الثلاثاء وكذلك الأربعاء، لكن هناك كتلة هوائية باردة ستتأثر بها المملكة اعتبارا مساء يوم الأربعاء ويوم الخميس والجمعة، بحيث هذا يؤدي إلى انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء باردة، ظهور بعض السحب العالية، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 7 درجات مئوية، نسبة الرطوبة عالية تقريبا، يعني هناك شابورة، تدني مدى الرؤية الأفقية قليلا، يعني تشبه الضباب قليلا لكن بشكل أخف. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، يوم غد الثلاثاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تصبح أعلى معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، أيضا الأجواء ما بين مشمسة غائمة إلى غائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية، الحرارة العظمى المتوقعة 17. أما الأجواء يوم الثلاثاء أو الثلاثاء ليلا بتكون أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط بعض الأمطار المتفرقة. يوم الأربعاء أيضا أجواء غائمة جزئيا بغيوم على ارتفاعات مختلفة، درجات الحرارة أعلى معدلاتها بقليل، لكن اعتبارا مساء يوم الأربعاء وليلة الأربعاء على الخميس تتكاثر الغيوم تدريجيا وتصبح الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة. يوم الخميس انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة وتصبح درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على الأقل ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر، العظمى المتوقعة بحدود 12 درجة، والأجواء الخميس ليلة بتكون باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة لسقوط الأمطار على فترات بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة، أول شيء المناطق الشمالية ارتفاع على درجة الحرارة، أجواء ما بين مشمسة يتخللها ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة، إربد العظمى 18 والصغرى 13، عجلون 18 إلى 12، جرش 19 إلى 13، المفرق 17 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء وعمان أيضا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعالية، البلقاء 17 إلى 11، مأدبة 18 إلى 11، البحر الميت 24 إلى 17، عمان العظمى المتوقعة 17 والصغرى 11، الزرقاء 19 إلى 12 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أيضا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها، الكرك 20-13، طفيلة 17-12، الشراء 17-11، العقبة 25-18 درجة، ومعان 21 إلى
15 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء تقريبا دافئة نسبيا في النهار لكنها باردة نسبيا ليلا، والعظمى في الأزرق 20 والصغرى 12، الصفاوي العظمى 19 والصغرى 11، الرويشد 21 إلى 11 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع أوقات سعيدة وموفقة، ولكم تحية طيبة من طقس العربية. تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.